يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور محمد بوشهري حياك الله معنا. الله يحييك، اهلا فيك ويا اهلا في ضيوفك، وان شاء الله نعطيكم معلومات قيمه تخص الايد وتستفيدوا منها يا رب. لا شك ان شاء الله دكتور. دكتور محمد بوشهري، حضرتك اختصاصي في جراحه العظام وبالتخصص الدقيق جراحه اليد، لكن اليوم دكتور يمكن احنا تكلمنا في سلسله من الحلقات السابقه عن الكثير من المشكلات الخاصه في اليد او حتى الكوع او حتى في بعض الاماكن الاخرى، من مثلا مشكلات في اختناق الاعصاب مثلا او مشكلات اخرى تصير في اليدين. لكن دكتور اليوم بنتكلم عن الخشونه بشكل عام، لكن نبي نحدد الاصابع. دكتور كلمني عن خشونه الاصابع. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس ما يدري ان عنده خشونه باصابعه الا في درجات متقدمه. شنو يعاني منه المريض؟ تلقى مثلا يقوم الصبح يحس بتيبس باصابعه. نعم. زين، بعض الناس التيبس يطول وياهم اقل من نص ساعه على ما يفتش، وبعضهم يطول اكثر. تلقى هذه في بداياته. بعدين تلقى مع الوقت يتطور ويا الموضوع الى درجه انه يكون هالشيء مؤلم لما يستخدمون اصابعهم، بالخصوص وقت الحركه او وقت اللي يمسكون اي شيء. يصير في ألم أو ساعات في قلة بالتحكم. بعض الناس يكون عندهم من كثر الخشونة تتكون عندهم مثل نتاءات عظمية، فتلقى مثلا صبعة طالع له مثل قرون. نعم. زين، أو مثلا انتفاخات تحت اليلد. نعم. هذه ساعات تكون نتيجة النتوءات العظمية الناتجة عن الخشونة. هذه أيضا ساعات تكون في مراحل متقدمة، وتلقى مثلا يصير في انحرافات بالأصابع. الشيء اللي لازم نعرفه ان اسباب الخشونه هذه تي منشن، في بعض الاحيان تكون اسباب غير معروفه، بعض الاحيان تكون اسباب بسبب اجهاد او اصابات في الاصابع في مفاصلها، في بعض الاحيان تصير بسبب مشاكل روماتيزميه اللي هو التهابات المفاصل. نعم. بالخصوص مثلا لما يكون التيبس اللي يكون عندهم بالصباح يطول اكثر من نص ساعه، كثير من الاحيان بعضها لا يكون حتى من غير تيبس. نعم دكتور، بينت لي ان في بعض الاحيان ممكن يكون بسبب الاجهاد. نعم دكتور، شلون يصير الاجهاد مثلا على الاصابع؟ بعض الوظائف مثل العمال اللي يشتغلون يستخدمون ايدهم بشكل كبير ويشيلون احمال ثقيله. نعم. بعض الناس مثلا تلقى بعض اللي عندهم العزف. أيه. تلقى مثلا يعزف يسوي احمال على اصابعه. نعم. او اللي يكتبون فترات طويله. بعض اللاعبين، توني بسالك دكتور، هل في لعبات معينه مثلا ممكن ان ايضا يصير عندهم هذه الخشونه؟ نعم، بالخصوص لعبه الجودو لان فيها مسكات وايد. صحيح، على الملابس قويه. الجودو والجوجيتسو فيها مسكات وايد، ففيها احمال على اصابعهم. صحيح. فتصير اصابات بالاربطه، يصير خشونه بالاصابع، تصير حتى ساعات انحرافات. بعضهم للأسف يكون عنده قطع بالأوتار أو بالأربطة، يهمله يروح يتيبه ويكمل. صحيح. دكتور تشوف حتى في بعض اللقطات أنه ينكسر الإصبع أو المفصل يطلع من مكانه، الدكتور يرد له ويكمل المباراة. دكتور يكمل المباراة، بس الحين لما تلقاه مثلا على المدى البعيد تلقاه هو منخلع وفي وياه كسر. أو مثلا أنت لما يصير عندك الخلع أو ينقطع عندك واحد من الأربطة، يصير خلل في ميزان الاصبع، فيصير حمل على الجزء اكثر من الثاني. صحيح. يصير له خشونات مبكره. نعم دكتور، بينت لي ان هي خشونات مبكره، معناها هالكلام ان المفروض ان الخشونه تكون مرتبطه مع التقدم في السن. بالضبط. بالضبط، لكن لما يصير اجهاد غير متزن على الاوتار على المفاصل، وبالخصوص اذا كان مصاحب وياه كسر، هذا الشيء يقلل من العمر الافتراضي للمفصل. صحيح. تلقى بدال المفصل يحوش خشونة على عمر 60 و70 سنة، لا تلقى عمره 40 سنة ومفصله خشن. صحيح دكتور، بينت الحين الحالة بشكل عام، لكن دكتور إذا ياكم العيادة مثلا يعاني من هذه الأسباب والأعراض، دكتور شلون سووا العمليات التشخيصية والفحوصات؟ بالبداية يكون عن طريق التاريخ المرضي والفحص السريري، وبعدها نسوي له أشعة ونقيم بالأشعة كمية الخشونة اللي عنده، وبناء على الخشونة اللي عنده والدرجة اللي عنده وإذا كانت بأي مفصل نحدد شنو العلاج المناسب له. كثير من الأحيان إذا الخشونة كانت في بدايتها نوصف له مثلا تيب أو مثلا سنادات بحيث أنه يتعايش مع الخشونة اللي عنده.
إذا ما نفع وياه ممكن نعطي إبر كورتيزون يكون ساعة حلولها مؤقتة إنزين بحيث إنه يتعايش مع الألم. نعم. وفي بعض الأحيان يكون لا ياي الخشونة جدا شديدة وجدا مؤلمة ما تنفعها لا إبر لا سنادات، فهني بناء على المفصل اللي عنده نختار شنو العلاج المناسب. العلاجات ممكن تكون إن المفصل يتبدل ويانا. مفصل الإصبع يتبدل. إيه. أو في بعض الأحيان نلغي المفصل. اوكي شلون دكتور الغاء المفصل؟ يعني الحين اعطيك مثال، الحين لو نطالع هالايد هذه نشوف كميه المفاصل اللي فيها. صحيح. زين مثلا نطالع الصبع الصغير في عندنا مفصل اساسي اللي هو المفصل المتوسط. نعم. والمفصل اللي بالبدايه، هذول المفاصل الاساسيه مدى الحركه اللي فيهم عالي. صحيح. تمام؟ فاذا لغيت الحركه اللي فيهم ممكن تفقد جزء من وظيفه صبعك. لكن المفاصل النهائيه الاخيره المدى فيها قليل. صحيح. وهي تعتبر مفاصل ثانويه مو اساسيه. صحيح. وصعب انك تبدل المفصل فيها. فالافضل انك تلغي المفصل. لما تلغي المفصل انك انت تسوي تنظيف حق المفصل وتحط لك مثل سلك او برغي، هالبرغي يلغي حركه المفصل، فتلقى المفصل ما يتحرك معاه لكن يختفي معاه الالم، لكن باقي المفاصل الاساسيه قاعد تشتغل وياه. صحيح. فكثير من الناس لما نسوي لهم العمليه ونلغي لهم المفصل ما يحس انه اختلف شيء بحياته. اوكي. تمام، لان المفاصل الاساسيه شغاله لكن الالم عنده اختفى. ممتاز، هذه فكره صراحه جميله. وان في النتيجه ان الالم اللي كان يعاني منه اختفى. بالضبط. دكتور محمد بوشهري، عندي الكثير من الاسئله وراح نتكلم عن مفاصل اخرى واماكن اخرى ممكن هي تكون فيها بعض المشكلات الصحيه، ونعطي او نوصل الكثير من الرسائل التوعويه للساده المشاهدين، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ناخذ فقره جميله وبعدين نرجع نتابع الحديث الشيق مع الدكتور محمد بوشهري. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم علي عزيز اخصائي التغذيه العلاجيه. اليوم راح نسولف عن موضوع وايد يخص مهم يخص الرياضيين اللي يمارسون رياضه لفترات زمنيه طويله، مو بس زمنيه طويله حتى القصيره اللي فيها مجهود عالي. هذيل لازم يلتفتون حق موضوع وايد مهم وهو السوائل. كثير نشوف حالات في خلال متابعتنا للرياضه مثلا التلفزيونات او مثلا نقول اثناء تواجدنا في المباريات، نشوف حالات اغماء، نشوف حالات تشنجات، شد عضلي، يكون واحده من اسبابها نقص السوائل. فشنو هي السوائل هذه؟ وهل هي عباره عن ماء فقط ولا في اشياء وياها؟ هذا راح اوضحه ان شاء الله في حلقه اليوم. طبعا نسولف عن الماء بشكل خاص والمشروبات الرياضيه اللي تحتوي ايضا زياده على الماء المعادن الالكترولايتس اللي هي الفوسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكلورايد والبايوكربونات، هذه المعادن والكالسيوم ايضا. فهذه وايد مهمه حق الرياضي قبل المنافسه او التمرين، واثناء المنافسه او التمرين، وبعد المنافسه او التمرين. لان الحالات هذه اللي نشوفها احنا الاغماء والشد العضلي بعد ما تحوش الشخص هذا باخر المباراه، بعض المرات تكون بنص المباراه، وبعض المرات يكون حتى بعمليات الاحماء، فبالتالي ممكن تبعده عن المباراه يعني. وهو كان يقدر يتفادى الموضوع هذا لو عنده مثلا خلينا نقول تركيز بجسمه وعارفه هو جسمه شنو يحتاج، وانه ما يكابر ويكمل اللعبه وهو اساسا حاس في الاجهاد هذا او حاس انه عنده جفاف عالي. فوايد مهم انه على طول يعوض ويكلم المدرب او الاخصائي المسؤول عن تزويده في السوائل او المعادن هذه. انزين، فهذه المعادن وايد مهمه. ليش وايد مهم؟ ليش سبب هالمشاكل؟ لان هي مسؤوله في تدش في عمليات وايد مهمه بالجسم. فأكثر عضو في الجسم يحتاج حق هذه المعادن القلب. فالقلب يحتاج حق البوتاسيوم، يحتاج حق الصوديوم، يحتاج
حق الكالسيوم كل هذه عشان يقدر يحافظ على وظيفته. انزين فما يصير عنده نقول مضاعفات في مشاكل القلب وايضا الاعصاب. يعني انت ممكن مثلا يكون اعصابك مجهوده في المباراه او تكون مثلا نقول قاعد تحس بصداع مثلا، كل هذا سبب ان انت المعادن هذه نازله عندك. انزين ف اذا صار عندك نزول في هذه المعادن شنو ممكن المشاكل الصحيه اللي تواجهها؟ ممكن يحوشك قصور في وظائف الكلى، ممكن يحوشك حالات اغماء، تشنجات، صداع، ممكن تدش في غيبوبه، ممكن يصير عندك سرعه شديده في نبض القلب. فانت مهم وايد، والشد العضلي ايضا، فانت مهم وايد انك انت تركز على السوائل والمعادن هذه. هذا كل شيء عن موضوع اليوم، ان شاء الله اشوفكم في حلقات جديده، ومع السلامه. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور محمد بوشهري، كنا قاعد نتكلم عن خشونه الاصابع بشكل عام، واعطيتنا الكثير من النقاط الهامه حول هذه المشكله الصحيه. لكن الحين دكتور نبي شوي نتخصص اكثر، ونبي نتكلم عن اصبع الابهام. دكتور كلمني عن خشونه هذا الاصبع. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. خشونه قاع الابهام اللي هي تصير في بداية الإبهام، نعم، مثل ما نشوفها مني. زين، هذه الخشونة دكتور بس عشان تكون واضحة، هني أو هني؟ هني قاع الإبهام، هني تحت، تصير نعم. هني تحت، نعم. مو هني، نعم. تحت زيادة، هني بداية الإبهام. أوكي. زين، هذا المفصل يتحرك تقريبا مدى الحركي عالي، نعم. يعني لو تلاحظ إبهامك يفتر، ينزل، يصعد، صحيح. يروح يمين يسار، اغلب الحركه كلها جايه من هالمفصل، نعم. فهالمفصل عليه لود عالي، صحيح. زين، وبنفس الوقت هو غير مستقر، فاي مفصل غير مستقر يصير عليه لود عالي تلقاه يصير في استهلاك اسرع، نعم. واكثر الناس اللي عندهم ليونه زايده هم النساء، فعشان شيء تلقاهم عندهم فرصه ان يحوشهم خشونه اكثر، صحيح. غير هذا الاعمال المنزليه هي اعمال حرفيه شديدة على المفصل، زين، بالخصوص حريم أول، وبعض الحريم الحين يغسلون ملابسهم يعصرونها بيدهم، غسيل الجدور، يدقون هريس، زين، هذه كلها شغلات فيها حمل عالي على الإبهام، وبنفس الوقت تستهلكها بشكل أسرع، صحيح. شنو يعاني منه المريض؟ يحس، إذا تحس إذا تنزل ببهامك تحس هني الألم، زين، في بداية الإبهام بهالنقطة هذه بالذات غالبا الألم يكون مني. ثاني شيء تلقى يصير في ضعف بالإيد، الضعف يا يكون بسبب ضعف العضلات حوالين الإبهام، يا يساعد يصير لما تمسك شيء يسبب ألم فتقط اللي بيدك. فعندنا وايد ناس يحبون يشيلون أحفادهم، صحيح. يخافون يطيحونهم، وايد ناس يهدون حرفهم بسبب الألم. عندنا لاعبين محترفين مو قادرين يمسك له دمبل، مو قادرين يمسك له مضرب، في ناس مو قادرين يمسكون قلم، نعم. في ناس مو قادرين يسوون وظائفهم المنزلية، الطباخ والتنظيف، صحيح. فهذه بالنسبة لهم يعني معاناة كبيرة. ليش؟ صحيح، حياتية. اي، لان تلقى مثلا خاص وهو الحين متقاعد، فهذه وناسته بالبيت، صحيح. فلما هالوناسة تصير مؤلمة ويتركها يتعب زياده، صحيح. فاحنا دائما نقول لهم خراباتكم تتصلح، فصلحها وعيش حياتك، نعم. ولا انك تعاني وتترك هواياتك، صحيح. دكتور، عاده الطرق التشخيصيه لما يجيكم العياده شو اللي تسوونه بالضبط دكتور؟ بالبدايه الفحص السريري يكون وايد واضح ويانا، تشوف عنده بروز في المنطقه الخشنه وتكون جدا مؤلمه، بعدين بالاشعه يبين عندنا درجه الخشونه اللي يعاني منها، نعم.
تمام، ومن بعدها نختار شنو نوع العلاج المناسب. دائما انا العلاج افصله على المريض، اول شيء اشوف شنو مهامه اليوميه، شنو يعني ممكن المريض عند المعاناة بس بسيطة وما يشتغل بيده، أقول له لا أنت ما تحتاج ذاك العلاج أو ما تحتاج العملية. وفي مريض لا قاعد يعاني ويبي يتصلح يبي يتعالج، فبالعكس نعرض على العلاج. في البداية ممكن يكون مثلا ضبابة تساعد على تخفيف الألم مع العلاج الطبيعي، إذا ما نفع مع المسكنات، إذا ما نفع ممكن أبر الكورتيزون تساعد في الألم، وإذا ما نفع عندنا العلاج التدخل الجراحي. تمام، التدخل الجراحي هي عملية مو بسيطة وايد ولا معقدة وايد، هي عملية متوسطة، غالبا نسويها تحت البنج الكامل، لكن بعض الأحيان أيضا نسويها ببنج موضوع المريض يكون صاحي ويانا. العملية أن احنا العظمة الأساسية اللي صاير فيها الخشونة نزيلها، فلما نزيلها الابهام ما قام يفرك بشيء، قبل كان يفرك فيها صحيح. يسبب الم، ما في احتكاك، فما في احتكاك. نعم، فلما نلغي الاحتكاك يخف ويا الالم. صحيح، الفن انك انت شلون تحافظ على هالفراغ اللي انت سويته. ففي اكثر من تكنيك، ممكن اسلاك مؤقته، ممكن اوتار، وممكن مثلا زرار وخيوط نستخدمه في ان نحافظ على الفجوه اللي سويناها. نعم، وبعد 3 شهور تقريبا هالفجوه تتعبى غضروف. ممتاز. سبحان الله، منهم فيها. نعم، زين. فعلى نوع العمليه نقول حق المريض متى يرجع يستخدم ايده، بعدها يحتاج علاج طبيعي عشان يقوي عضلاته اللي اصلا كان ما يستخدمها. صحيح، فتلقى مثلا بالبدايه لما يهمل بهامه ويكون عنده خشونه شديده تلقى بهامه كذي، بعد العمليه لا يقدر يحرك بهامه. ممتاز، والالم وياه يخف. ممتاز، فنتائجها جدا حلوه ومرضية، بالخصوص للمرضى اللي عندهم معاناة جدا شديدة. ممتاز الدكتور، دور العلاج الطبيعي في نجاح العملية خصوصا لهذا المفصل شنو بالضبط دكتور؟ الدور انه هو المريض صار لفترة طويلة ما قاعد يتحرك هالحركة، فنسوي له مثل إعادة برمجة في الحركات اللي ما كان قاعد يسويها فترة طويلة. ثاني شيء نقوي العضلات اللي صار لها ضمور لانه قام يهمل بهام، خاص لما يخاف يستخدم ايده يصير ضمور بعضلات الابهام. نعم، العلاج طبيعي يساعده بالالم ويساعده بالتقويه، ووايد نتائج حلوه. احنا نقيس قوه الايد قبل وبعد العمليه. ممتاز، ونشوف الفرق ونوريه حق المريض يقول شوف قوه ايدك قبل وبعد. ممتاز، فنتائجها جدا حلوه. ممتاز دكتور محمد بوشهري، عندي الكثير من الاسئله وراح نتكلم عن مواضيع اخرى ان شاء الله ونبين الكثير من النقاط الهامه والرسائل التوعويه للساده المشاهدين، لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل وناخذ فقرة جميلة وبعدها نرجع نتابع الحديث الشيق مع الدكتور محمد بوشهري. اليوم موضوع حلقتنا عن العصب الوركي أو السياتيك نيرف. العصب الوركي أو السياتيك نيرف هو من أطول الأعصاب في جسم الإنسان، بيمتد من بداية من أسفل الظهر إلى نهاية القدم. هذا العصب مشاكله كثيرة أو آلامه متنوعة، حتى مستوى الآلام فيه بيتغير من شخص إلى شخص آخر. بداية شو اللي بيصير عندنا في العصب الوركي؟ اللي بيصير عندنا بالعصب الوركي انه في عندنا عضله اسمها العضله الكمثريه، وهاي العضله الكمثريه بتسبب بصير فيها شد، هذا الشد يسبب الى الضغط على هذا العصب، بصير يعطي اكثر المراجعين والمرضى بيشكوا من الم من اسفل الظهر بينزل لاخر القدم او لنصف القدم. فهون أول إشي منشيك عليه العصب الوركي. العصب الوركي زي ما قلنا البيرفورنس بتشد وبتضغط عليه بسبب عادات خاطئة. من ضمن العادات الخاطئة إنك نحط رجل على رجل. العادات الخاطئة الثانية هي عدم تقوية عضلات أسفل الظهر وعضلات الفخذ. وشغل والسبب يلي هو متعارف عليه عند الناس وضع محفظة في خلف البنطال. المحفظة هاي تسبب انهبيشن أو تقييد في حركة العضلة الكمثرية، فبتسبب آلام فيها وبتسبب شدود، بتضغط على العصب الوركي
بيصير في عنده آلام وبيشكي انه عندي ديسك بينزل على رجلي. مجرد ما بلش يقوي في هاي العضلة ويسوي تمارين الاستطالة فيها، فهذا الاشي بلش الأعراض بتختفي وكأنه ما في أي شيء. من الآثار اللي بتترتب مرات على بعض هاي المشاكل اللي بتصير في أعلى الظهر في أسفل الظهر، إنه هي بتأثر على أداء الركبة، بتأثر على أداء الكاحل. يعني يحوشك ألم تسوي كذي يصير عندك التواء بالكاحل. التواء الكاحل هي من أكثر الأمراض الشائع في أسفل في الجزء السفلي من جسم الإنسان. يكون سببه ضعف في عضلات البطة اللي هن يعني عضلتين مهمات جدا، الجاسترو والسوليوس، وعدم التناسق العضلي ما بين عضلات القدم. أو ممكن يكون أسبابه ليونة ومرونة زائدة في الأربطة المحيطة في الكاحل. هذا الشيء بيكون سببه ضعف زي ما ذكرنا، حركة خاطئة، سواء الحركة بسبب مفاجئ أو بسبب ألم من ألم أعلى، أي ألم في أسفل الظهر. ومن أكثر المشاكل يلي بتسبب هاي الإصابات يلي هي الإصابات القديمة، فرص الاحتمالات بتزيد وقت يكون في عنا إصابة قديمة وما يتم منها التعافي بشكل كامل. يعني على سبيل المثال العضلة الكمثرية، صار عنا العصب الوركي، صار في استرتش، يساوي له تمرينين ثلاث بعدين يقطع، ترد له أكثر من المرة الماضية. وعلى نفس المثال إصابة مفصل الكاحل، صار عندك أنكل سبرين، التواء بالكاحل، عالج المشكلة بالطريقة الكاملة بالخطوات العلاجية يلي بيحدد لك إياها الأخصائي، مشان وقت تمارس رياضتك تتعرض لأي تغير في السطح يلي تحت قدمك تكون قدمك ثابتة. التوازن والتناسق العضلي مهم جدا، وألف سلامة عليكم وما تشوفون شر إن شاء الله. حياكم اليوم، إن شاء الله رح نحكي عن تمارين لتخفيف عرق النساء أو العصب الوركي. بتكون التمرين عبارة عن أنه نكون مستلقيين على الظهر، نسحب الركبة يلي هي فيها الألم وسحبها باتجاه الكتف المعاكس، الثبات لمدة 30 ثانية وتكرار التمرين 10 مرات إن شاء الله. التمرين الثاني بيكون عبارة عن نضع الرجل يلي فيها أعراض عرق النساء فوق الرجل الأخرى ويتم سحبها والثبات، ثبات لمدة 30 ثانية وتكرار التمرين 10 مرات وما تشوفون شر. مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتور محمد بوشهري. كنا قاعد نتكلم عن بعض المشكلات الصحية مثلا اللي تصير في خشونة في الأصابع بشكل عام، أو حتى في التحديد خشونة مفصل أو إصبع الإبهام، وما شاء الله دكتور شرحت لنا شرح كافي ووافي عن هذه المشكلات. لكن الحين دكتور نبي نوصل حق الكسور. ممكن الكسور تكون في كثير من الأماكن في اليد، لكن ممكن أيضا تكون في الرسخ. دكتور كلمني عن الكسور في هذه المنطقة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وايد ناس سبحان الله، الله رزقنا في إن إحنا ندافع عن نفسنا، أو مثلا عندنا ردة فعل بحيث إن لما نطيح نحط إيدنا عشان لا يطق وجهنا وراسنا. صحيح. فالأولوية تصير حق الرأس، فالإيد تصير هي المصدة بحيث ان نحافظ على حياتنا. اوكي، تنكسر الايد بس لا ينكسر الوجه والراس. صحيح. ف
فسبحان الله هذه وسيلة دفاعية كل الناس عندهم، لكن الكبار السن شوي شوي ردة فعلهم تصير أبطأ. صحيح. فتصير لهم تلقى مثلا يطيح على جنب يروح يكسر فخذه أو يطيح على وجهه أو يطيح على كتفه. فواحدة من الكسور الشائعة اللي تصير عندنا بالخصوص عندنا في جراحة اليد اللي هي كسر العظمة الزورقية. زين، ليش اسمها زورقية؟ لأن شكلها مثل طراد اللي هي هالعظمة هذه. أوكي. ليش هالعظمة مهمة؟ لأن التدفق الدم عندها ضعيف، فبعض العظام إذا انكسرت وأهملتها تلحم بروحها، لكن هالعظمة إذا كسرتها وأهملتها ساعات ما تلحم. أوكي. فما يلتئم الكسر، ولما ما يلتئم الكسر يسبب نتائج عكسية وصعب حلها بالمستقبل. نعم. هذا واحد. اثنين، لو تلاحظ أن هالعظمة هي شايلة معظم عظام الرزغ. نعم. هي اللي شايلتهم. فإذا صار فيها كسر راح يختل ميزان الرزغ ويصير الحمل على هالعظام بشكل مو مرتب أو غير متوازن، فيسبب خشونة حق باج الرزغ. نعم. وألم حق باج الرزغ بسبة هالعظمة اللي انكسرت. نعم. هذا واحدة. الشغلة الثانية إنه سهلة إنه ما نصيد الكسر. أنا هذا بقوله. تلقي المريض الحوادث ويسوي الأشعة ما يبين فيه كسر. ما يبين الكسر. هذه عيبها، لأن هي لازم الإيد تصورها بطريقة بالأشعة بزاوية معينة علشان تصيد الكسر إذا صار. إنزين دكتور، أعراضها شنو إذا صارت مثلاً؟ إيه؟ ورحت أنا سوي لي أشعة مثلاً وما اكتشفوها. إيه؟ شنو الأعراض اللي ممكن ترتب عليها؟ هي الخدعة فيها إن ساعات الإيد ما تورم. تمام. زين، لكن لما المريض يقول أنا طحت على رزغي، أول شيء عندنا فحوصات خاصة بمناطق معينة نضغط عليها. مجرد ما نضغط على هالمنطقة يقول إن هالمنطقة تألم، أول شيء يبالنا إن هالعظمة ممكن تكون مكسورة. فهني ممكن نسوي الأشعة مقطعية أو رنين أو نعيد أشعتها بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع، تلقى الكسر يكون واضح وبارز ويانا. فهني بناء على الكسر والمكان اللي صاير فيه الكسر نختار العلاج المناسب. نعم. زين، بعض الأحيان العلاج يكون عبارة عن جبس، بس عيب الجبس إنه مطول، يعني 3 شهور. صحيح. زين، لأن العظمة تطول على ما تلحم. وبعض الأحيان لا، نثبتها ببرغي، بالخصوص عند بعض اللاعبين. ليش؟ لأن بعض اللاعبين المحترفين بالذات الشهر يفرق وياه وايد. صحيح. الشهر التعطيل يفرق وياه وايد. فمثلا إذا بنحط له الجبس، بعض أنواع الكسور اللي تصير بهالعظمة يحتاج يتجبس 5 شهور. وايد والله. إيه، لكن إذا حطيت له البرغي ممكن بعد شهر يرجع يمارس رياضته ويلبس ضبابة خفيفة ويرجع أسرع. فهذه ماديا تفرق عند بعض اللاعبين المحترفين. صحيح. اللي عندهم عقود وما يبي يطوف سيزن وكذي. إيه، بيرجع بسرعة. بالضبط. فإيه، في بعض الأحيان نختار بعض المرضى إن نقول له أوكي أنت ينفع وياك جبس، بس لأنك لاعب محترف لا، سوي العملية عشان ترجع للملاعب أسرع. ممتاز. دكتور، بالنسبة حق العمليات الجراحية نتائجها عادة شلون تكون إن شاء الله؟ نتائجها جدا حلوة، بالخصوص إذا المريض ينبتشر. لكن بعض المرضى يكون عنده واحدة من ثنتين، يا هو ما التزم بالعلاج في مرحلة متأخرة والكسر مو ملتئم، وبين فراغات الكسر صاير مثل تليف، هذا عمره ما راح يلحم. زين، يحتاج عملية مطولة ويحتاج فيها رقعة عظمية يجيبها من الحوض أو من الكوع علشان يعوض الفراغ اللي راح عليه، وأيضا يحتاج علاج طبيعي مطول ما بعد العملية. وبعض الأحيان تكون لا، مو المريض الملام، الطبيب الملام يكون ما فحصه عدل أو ما انتبه على أشعة عدل وما انتبه على الكسر، لأن المريض بعد 6 شهور يقول إيدي ليش تعورني من طيحتي. نكتشف أنه عنده كسر مو ملتئم. دكتور محمد بوشهري، باسمي واسم أسرة برنامج تو كلينك، نقدم لك كل الشكر على سلسلة الحلقات اللي قدمناها مع بعض. الله يحفظكم إن شاء الله، ويحفظكم من كل مكروه. الله يسلمك. وأدعو الجميع أنه في أي وقت عندك إصابة، عندك أي مشاكل، يفضل تراجع طبيبك مبكر. لا تهملها. لا تهمله عشان لا يتطور الموضوع وممكن تحتاج عمليات عشان تصلحه. صحيح. والف سلامة إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله، وكل شكر مرة أخرى لك دكتور. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.